احنا مطولين معك لان كراسينا معنا. كراسيكم؟ مطولين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سيد الله مساكم وصباحكم كل خير. يعني ما شاء الله تبارك الله، كراسي مره واحده يا عيال. كيف الحال؟ احنا قلنا مبدعين مقدمين لكن شكلهم يبون يحتلون الفقره ترى. طيب يلا حي. كيف الحال؟ طيب يلا حي. طيب الله حيك. كيف الحال؟ مرحبا الله حيك. طيب وشنا عنك؟ كيف الحال؟ عساك طيب؟ الله حيك. شلونكم؟ عساكم طيبين؟ الله يخليك طول عمرك. طبعا يا اخواني انس، انت ويا محمد المسندي كل التقدير والمحبه لكم، لكن خلونا نكون واضحين اكثر. تدرون الفقره هذه لها خصوصيه ولها قوانين. الله يحييكم، احنا سمحنا بمجيئكم. الله يطول عمركم. لنا نسمع منكم ولكم حق التكلم، لكن ما ودكم تطولون، تعطونا ما في خاطركم وتفلحون لاخوياكم. الله يطول عمرك. اول شيء يا ابو حمود اصب عليكم بالخير. الله يحييك. واشكركم على الثناء اللي قلتوه قبل شوي. طال اعماركم. حقك طال عمرك ولا زدنا فيه. الله يطول اعماركم ولا عليكم زود. اول شيء انا اعتذر من اخواني اللي يشوفونا في كبش الروم، اللي يشوفونا هنا اللي في الهنجر، مهدل وسلطان واخواني الثانيين. احنا جيناكم يا الربع، نبي ترجع المياه لمجاريها على قولتهم. يا سلام. اصلاحات البين. هذه من شيم الكرم. والله يستر لنا من برا. هذه من شيم الكرم. نبي طالعكم السلامة نرجع زي ما كنا. واقوى. شفتوا ولا لا؟ واللي صار صار. ومساق الحصن. يا سلام. والموضوع بسيط ان شاء الله. يا سلام. ونبي كبش الروم. يعني ونبي نبي نبيكم. مو بسيط. لا شرط. يعني انس الموضوع بسيط. يعني انس انتم طال عمرك تقول لي احنا نبغى كبش الروم. نبيكم انتم. حنا قبل كفش الروم. يا ابو حمود ولا ينور الربع، ولا حنا بروسكم قبل كفش الروم. انتم شيوخ طال عمرك ومقابلين شيوخ ومصاق الحصن. يا سلام. واللي مثلكم نتعلم منها انه يطمر، انتم قدوه طال عمرك. طيب. وحنا نطمر وكل منا يطمر الثاني والدنيا. كلامكم يعني عجبني واعجب اخواني. الله يطول. انا متاكد. لكن هل اخوياكم مأيدين كلامكم هذا؟ اخوياكم هل هم اخوياكم متفقين معكم بما تقولونه في هذه الفقره؟ اولا جيتك انا وابو عايض والله انهم فلا يعلمون، لكن اخوان شمة عرفتهم في 73 يوم، ان كان يعرفهم زين اخوان شمة والله ثم والله ما يردون لي طلب لنا ولا ابو عايض باذن الله. ما رد لنا طلب. انا ودي انك تعطينا، عطنا تو ويندو حنا الشباب اللي معنا هنا والشباب اللي هناك، خلنا ندري ان الشباب هل هم مؤيدين ولا معارضين. لا لا ان شاء الله انهم مؤيدين. قبل تسمح لي ابو حمود. الله يبيضه. شف يا الربع صبحكم الله بالخير، تسمعوني اخوان شمة؟ يا اخوان شمة. عام تعرفون بغلاكم في صدري انا وابو عايض. يا نوم عيني. تسمحون لنا باللي بنقوله؟ يبدو يا الحصن يبدو ان في معارضه. لا يقول اوكي يا ابو سلطان مهدل من غير قصور من الربع البقيل. شوف خلنا نشوف سلطان بما انه شيخ القريه هل هو مؤيد ولا معارض. لا مؤيد ان شاء الله. اذا هو مؤيد سدته منهم، اذا هم عارضين. شوف اللي ورا يا ابو ابو مسفر. شوف يا ابو مسفر. شوف مهذل يبدو ان هناك معارضه. لا يا رجال لا تردون اخوان شمه. مو برديننا. ما ظنيتي والله انهم. لا ان شاء الله. يا اخوان شمه اعطونا وجيهكم يا اخوان شمه. تكفون يا رياجي. ابو مسفر سلطان. يا ابو مسفر تكفى يا سلطان. دقيقه اعطونا رجال منكم يا اخواني، واحد منكم واحد منكم واحد منكم. سلطان بما انك شيخ هذه القريه لهذا الاسبوع، هل انت سامح لانس ومحمد المسردي يسدون مسدكم ويعتذرون نيابه عنكم؟ اذا كان نعم فاشر احنا. دقيقه لا ما هي بالطريقه ذي. دقيقه اصبر. السلطان بصفته ايش؟ شيخ القريه يسمح لهم ولا ما يسمح؟ شيخ القريه. لا كل اللي بيتكلم. اصبر مهدل المرافض. شوف قاعد يقول بالطريقه ذي اعتذر لهم. اعتذار انا لو يبون ويه انتم حصن طال عمرك والله يجي لك تصاق. الخطا شيء الخطا الخطا واجب، لكن الاعتذار واجب. اسمعني نبدا خشمك يا ابو حمود. سلطان دقيقه يا سلطان. دقيقه يا سلطان اسمعني نبدا خشمك. ان كان تقدير عندكم وجيتنا غاليه يا ابو حمود. لا انت ولا ابو يوسف ولا ابو عنز ولا ابو عنز ولا نبي منكم عذر. يا محمد لا والله قدريت. انت قدريت اطلع روس يا محمد رفداك. لا والله قدريت. ما جيتوني هنا الا من طيب روسكم وغير قصوركم. الله يطول اعمارك. لكن انتم هنا كلكم واحد. نعم اعتذار عنكم كلكم ولا انسحاب لكم كلكم. احنا كنا واحد طال عمرك السلامه. لو ما يهمنا نجاح البرنامج والله ما جيناك. بيض الله وجهكم. هذا كلام مقبول منكم. انت الحين انت الحين استريحوا. الله يطول اعمارك. استريحوا خلنا نسمع منها. جيتكم عزيزه وغاليه ومقدرينها. يا
يا سلطان. ايضا يعني نخاف انه يصير انه زي ما انتم في يوم من الايام واحد قال كلمه في الكوفي شروم وزعلوا عليه الشباب وصارت مشاكل كثيره في القريه. لا لا احنا عشانكم نبغى نتاكد. طيب طيب اكثر من اللي راح يا انس. يا انس انت محمد عشان ما نفرق بينك وبين اخوياك وعشان ما يجي بينكم وبين اخوياكم شيء، اعتذاركم عن شخصكم الكريم وصل عنك يا انس وعنك محمد. الان اسمعوني وانا اخوكم، انتم يا اثنين ارجعوا لاخوياكم اخويان 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 حشوفوا اخوك. شوفوا والله هذا خطا يمكن مشترك بيننا كلنا. حلو خلني بعلمك اخوك، فاحنا نبي نتعدى المرحله هذه وانا اخوك. احنا ما خلني اعلمك ومساق الحصن. شفتوا ولا وادمحوها يا الربع واخويانا ادمحوها تكفون بعد. شفت ولا لا وترجع المباراه زي ما كانت. ها انا طالب لا 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 شايبنا اخونا الكبير اللهم صل على رسول الله. يا اخوان شايبنا ابو يوسف محمد المسردي وانس انتم طال عمركم والله ان عذركم مقبول. والله يمكنكم عندي ذا الليل ما اخطيتوا. هذا خليني اخدمكم اخوي الامر الاول. طبعت اخوي الامر الاول. اسمعوني الامر الاول الامر الثاني، اما اتفاقا بالاجماع ولا انا ولا ما جاني الا محمد المسردي وانس المسردي. بعلمك بعلمك ابو حمود بعلمك ابو محمود. الخطا اخويانا ما اخطا وانتم ما اخطيتوا وانتهينا. لا 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 انتهينا. انا قلنا نتعلم منكم لكن نتعلم من اخوياننا هنا كلهم. موضوع وانتهى. صليتوا على الحبيب اترك البرنامج. الله صليتوا على الحبيب. اللهم صليتوا على الحبيب. صليتوا على صليتوا على الحبيب اخوان اثنين. انتهينا انتهينا. روحوا مع اخوياكم. اخوانا من هنا اخوان شمة. اخوان شمة انتم تقدرون محمد المسردي وانس الميموني عينو بيني تقدروا نبي الحكي. يا عطوا سلطان عطوا سلطان نبي الحكي. لا ما هم بحكي. خل خل ابو 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 مسي لما تكلم اسلم تكلم عطوا ايه. اول شيء اخويانا جوكم والله ما ندري عنهم وهم لو انهم يبون ارقابنا لو انهم يبون ارقابنا وعيالنا عطناكم اياه. شوفوا هذا الاول. الشيء الثاني انتم يا لجنه النقد بيننا وبينكم نقد والنقد نعرفه. والله لا زعلنا منكم ولا جاكم منا خطا ولا جانا منكم خطا. بيض الله وجهك. انت شفت هذه هذه حتى الاعتذار والله لا نطلب منكم اعتذار ولا تطلبون لكم اعتذار. انتم شفتوا منا منعتوا الكشوف روم. انت شفتوا منه وهذا من حقكم. جينا هنا وتقهونا فيه وهذا من حقنا. اما الرجال شخصكم والله لا حسنا شخص الرجال ولا حسن. دقيقه دقيقه يا مهد المهد النفدان. وانتم مهد النفدان. وانتم يا مهد اخوي اخوي مهد. هذا اللي صار. لا تشعب يا اخوي مهد. لا تشعب يا مهد. ابو حمود ابو حمود اسمع اسمع ابو حمود. زبده العلم زبده العلم تم لاخويانا تم وما في خطه. بيض الله وجهك. والله انكم تاج فوق الراس. واني افتخر بكم رجال فيكم مثل ما افتخر بعد في حقين النقد. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم. اجل اجل بيض الله وجهك يا انس. وجهك وجه اخويانا كلهم. خير سفراء خير سفراء لهذه النسخه. الله يطول شعيتم في اصلاح ذات البين. الله يطول. نشكر لكم هذه المبادره الطيبه وبشركم انها تحسب لكم. الله يطول. هذه الاضافه اللي عندي. اذا عندك شيء ابو عنزي. والله خلاص انا ما عندي كلام الا تعقيب على كلام مهذل ولا منهم راح الشباب تكلم. الوكاد الربع امور انتهت. الله وجهه شيء واحد ابغى يضبطوا الكفش الروم حاطين فيه جلسه وشاي. لا بد ازالها ان شاء الله. اساس جديد كفش الروم. الله يعافيك. الله يسلمك. الله يسلمك. لا انتم بيض وجهكم. الله يستر امركم. ما في خواطركم ما فيها شيء. ابد خواطركم ما فيها شيء. الموضوع انتهى. يا ربي لك الحمد. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم اخوانك ما نتعلم منهم. لا انتم جميل. يا محبتكم. الله وجهكم. الله وجهكم. لو سمحت لا انتم الكرسي. الله يسر شويه اختي يا بعد خذوا كراسيكم معكم. انتم مقدمين جاكم بالكراسي ان شاء الله. بيض الله وجهك. الله يوفقنا وياك. تشرفوا لكم جميعا. الله يستر امركم. الله لا يهينكم يا زين الكلام الطيب بعض الحين. الله يستر امركم ويحفظكم. يا الكلام الزين يقضي الدين على ما قال الاولين. اول شيء جيت الشباب هنا جيتهم غاليه وتنحسب لهم ولو انهم جايين في اكبر من الكلام ذا انتهى بدون جدال. الجدال كان بينهم وبين اخوياهم. بالنسبه لكلام مهذل يقول مالكم مالنا عندكم اعتذار ولا لكم عندنا اعتذار، كلامه مردود عليه، خطاهم واضح. وبيض الله وجيهم اخوياهم يوم جو واعتذروا. نعم. عذرهم مقبول وفي محل التقدير وجيتهم محل التقدير.
وخطاهم مدموح والدين مهدى سوى سوات سلطان يوم انه قال تم بدون اي تفاصيل. ما عليه ما عليه، لكن كلام حتى كلام مهدى يندمح لعيون الشباب اللي جانا واللي صار شيء بسيط. عز الله. والرجل تعطي في الرقاب الخضر، ما هو في امور مثل هذا. الله اكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم احد حديثه بما معناه ما كان اللين في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه. يزين اللين في كل شيء. كان محمد المسردي وانس الميموني والله العظيم الله يجزاهم خير، لا كان ما يطلع الا الاثنين ذولا، لكن بيض الله وجيههم ووجه خوياهم كلهم. ادري ان خوياهم يمكن ما دروا بهم ويمكن جو ارتجالا وتبرعا لاصلاح ذات البين، واصلحوا جو بدور وادوه بالشكل المطلوب واصلحوا ما بيننا وبينهم. اما من ناحيتنا احنا يا اخوان النقاد او يا اخوانكم النقاد، تاكدوا ان احنا هنيه علشانكم اولا واخيرا، والله لا بيننا وبينكم شيء ولا في خطرنا عليكم شيء. نذكر ما قدمتم الطيب مثل ما ذكرنا في أنس، ونعقب على ما أخطيته، وكل يخطي ويصيب، ما هو معناه إحنا منزهين ولا ما نخطي، كلنا نخطي ونصيب. أما بخصوص سلطان بن دويحس، هذه بوادر خير إن شاء الله لهذا الأسبوع، بوادر إن شاء الله شيخة وجه خير. بدأت تقتنع يبدو بذلك. والله أنا أمانة يعني كأني بقول لكم أني بديت أقتنع. بس عندي سؤال، الحين تم الصلح؟ اي خلاص تم الصلح، في خاطرك شيء تبغى احد يكفي شره؟ ما في عشاء، مو الصلح في عشاء. انت دور عشاء الله يرحم شيخك. بدري اسال جوعان، يعني انا دائما اخبر اي صلح لازم انت اول ما طلبت ما في عشاء ما في شيء برا شيء. هذه شيء حياه العزوب يا رجال، جايات بتغني عن الدنيا وما فيها يا رجال. دام الله الحمد لله دائما، يعني احنا نبغى نوصل رساله بس، نحن هنا لسنا اعداء للشباب. اوكي؟ وموقفنا كان ايضا من اجل حفظ النظام والهيبه. صحيح. وايضا لتلقيد الشباب درس لاساسيات الاعلام. صحيح. فقط لا غير. ولكن ما نبغى نتكلم في اللي راح، طالما انا عندي مبدا اذا تم الصلح لا تيجي تقول صار خلاص انتهت، انت ما دام قبلت بالصلح خلاص لا تفتح الموضوع. الحمد لله. نبدا صفحه جديده. اجل خلونا من بكره نبدا نسحبهم في كوفي شروب. ليه من بكره؟ ليه من بكره؟ عندك أحد؟ من الليله يا اخواني. والله. بسم الله توكلنا على الله.